بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب. نستمر معكم في مساق أساسيات التغذية لطلبة التمريض المستوى الأول. اليوم حيكون عندنا الشابتر الأخير في أساسيات التغذية، شابتر 10. هذا الشابتر بيحتوي على شابتر 10 وبعض النقاط الهامة اللي أنا أضفتها لشابتر 10. هذه الأمور لازم تكونوا أنتم عارفينها، وخصوصا في موضوع الفود أليرجي، حساسيات الطعام. في هذا هذه المحاضرة حنتناول Digestive Disorder and Gastrointestinal Care. كثير من الأعراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي هي أعراض مشتركة لأكثر من حالة مرضية. من هذه الأعراض آلام البطن أبدومينال بين الغثيان، الآلام الأمعاء. هذه الأعراض أعراض مشتركة ممكن تصيب الإنسان نتيجة حساسيته لنوع معين من الغذاء دايتري، انتوليرانس، عدم تحمل غذاء معين. مثل بعض الناس عندهم حساسيات خاصة بالفول، خاصة بالحليب، خاصة بالجلوتين. كثير من عدم تحمل بعض المواد الغذائية بسبب هذه الأعراض. ممكن تكون الأعراض هذه ناتجة عن مرض عضوي بصيب الجهاز الهضمي، أو ممكن يكون الأنكزايتي، القلق هو سبب هذه الأعراض. إذا الأعراض هذه أعراض مشتركة ممكن تكون لأكثر من حالة مرضية. هذا بيقع على عاتق النيرس بارتيشنرز إنه يلاحظوا هذه الأعراض وإيش الأسباب تبعتها. غالبا ما تتضمن علاج هذه الاضطرابات الغذائية التحكم بالنظام الغذائي اللي بتناوله الإنسان، وفحوصات خاصة بالنظام الغذائي لمعرفة أي نوع من أنواع الغذاء هو اللي بيسبب بيسبب الحساسية عند المريض. بعض الإرشادات الغذائية dietary guidelines، هذه dietary guidelines ممكن تكون مفيدة لأمراض الجهاز الهضمي، وبظل انه كل نوع من انواع عدم التحسس والامراض معينه من امراض الجهاز الهضمي لها اغذيه خاص فيها، وفي اغذيه لازم نتجنبها. فالنظام الغذائي السليم بيساعد بشكل كبير جدا في تعافي الاعراض المرتبطه بالام الجهاز الهضمي. Digestion and absorption، بعض الامراض بسبب انه في عندنا بكون سوء امتصاص لبعض المواد الغذائيه اللي بتناولها الانسان. هذا سوء الامتصاص بيؤدي الى مضاعفات في الجهاز الهضمي. مالو ابسوربشن اندوكيت نيوترينت ابسوربشن كان كيور از ا ريزلت من ديزيز اوف ذا دايجستيف سيستم. سوء الامتصاص ممكن يسببه كثير من الامراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي. من هذه الأمراض كربوهيدرات مالو أبسوربشن، سوء امتصاص الكربوهيدرات، ومنها لاكتوز انتوليرانس، عدم تحمل اللاكتوز، وهو الشكل الأكثر شيوعا لسوء امتصاص الكربوهيدرات. هذا بيصيب 70% من الناس اللي عندهم كربوهيدرات مالو أبسوربشن، بيكون السبب هو لاكتوز انتوليرانس. وهذا المرض عادة بصيب الأطفال، هو مرض وراثي بصيب الأطفال منذ البداية، وذلك الأطفال اللي بيصابوا باللاكتوز انتولرانس بتناولوش اللاكتوز نهائيا، بيكون عندهم لازم يتناولوا غذاء بعيد عن اللاكتوز. فالحليب، حتى حليب الأم مش لازم يتناولوه لأنه بيسبب عندهم حساسية وعدم تحمل اللاكتوز، وعدم علاجه وعدم الانتباه له وعدم اكتشافه قد يؤدي إلى وفاة الأطفال الرضع. ولذلك بوصفوا لهم حليب آخر لا يحتوي على اللاكتوز.
من برضه من الامراض اللي هي بروتين ما له ابزوربشن، في سوء امتصاص البروتين. من هذه البروتينات اللي بكون في عنده حساسيه اللي هي السيلياك ديزيز، حيث انه بكون عندهم خلل في الجلوتين، في الجلوتين، حيث انه الجلوتين يصنف انه ماده غريبه عن الجسم، فاثناء امتصاصها في الفيلاي فالجسم بيبدأ يهاجم الفيلاي، بيعمل عمليه مسح للفيلاي، وبذلك الفيلاي اللي هي مسؤوله عن امتصاص الطعام في الامعاء في السمول انتستن، فبصير عندنا ماله ابسوربشن، بصير عندنا سوء امتصاص للمواد الغذائيه، وهذا بينعكس على صحه المريض نفسه. فعلاج هذا المرض انه احنا نبتعد عن الاغذيه المحتوي على الجلوتين. في مرض اخر جلوتين انتولرانس او ويت انتولرانس، حساسيه القمح، وهذا مرض مشابه للسيلياك ديزيز في الاعراض لكن مختلف عنه في المسببات، حيث ان السيلياك ديزيز هو مرض وراثي، يعني بيصيب الانسان منذ الولاده وملوش علاج نهائيا، علاجه فقط الابتعاد والحميه. برضو بعض الامراض المرتبطه بسوء امتصاص البروتين، بعض الناس عندهم مشكله في البروتين نفسه، بعض المرضى عندهم فينايل كيتون يوريا، الحمض الاميني الفينايل كيتون فينايل انيلين، بتحسسوا منه المرضى، بصير عمليه الانزيمات اللي بتعمل على عمليه الميتابوليزم للفينايل انيلين اللي هو حمض اميني اساسي في الجسم، بكون فيها خلل، وبذلك بيصير عندهم ما يسمى بمرض الفينايل كيتون يوريا، وهذا المرض برضه مرض خطير، وعدم علاجه بيؤدي الى حدوث مضاعفات خطيره. حنتناول مساله السيلياك ديزيز والفينايل كيتون يوريا في نهايه هذا الشابتر بالتفصيل. الفات مال ابسوربشن، برضو في بعض الناس بيكون عندهم سوء امتصاص للدهون، هذا السوء امتصاص للدهون بيعمل عندنا اضطرابات في الجهاز الهضمي، وبيظهر على شكل على شكل اسهال دهني. بعض الامراض اللي بتصيب بالجهاز الهضمي الجاستريك ديس اوردرز اللي هي الجاسترو اسفوجيل ريفلكس ديزيز اللي هو ارتجاع المعدة المريئي، وفي المرض الاخر بيبتك ألسر ديزيز اللي هي القرحه الهضميه اللي بتصيب اما المعده او بتصيب الاثنى عشر. كلا المرضين لهم مضاعفات خطيره على الجسم. تعتبر الاوبوزيتي عامل خطر كبير جدا للارتجاع المعدي المريدي المريئي، حيث انه بصير ارتجاع للماده الحامضيه للحمض الموجود في المعده، وذلك بصير عندنا احساس حارق في المريء. البنتيك ألسر ديزيز قرحه المعده لها اسباب كثير، اكثر شيوعا مثل بتسببها مثل العقاقير غير استروديه بتؤدي لقرحه المعده، جرثومة المعدة اللي هي هيلوباكتر بيلوري، هذه الهيلوباكتر بيلوري اللي هي جرثومة المعدة بتؤدي برضه لقرحة المعدة. بعض الأدوية بتسبب برضه قرحة في المعدة. إذا هذه السببين أسباب بتؤدي لأمراض ومضاعفات خطيرة في الجهاز الهضمي. Okay, nutrition recommendations for peptic ulcer disease. توصيات غذائية للأشخاص المصابين بقرحة المعدة. قرحة المعدة بتهيجها بعض المغذيات اللي احنا بنتناولها، بعض الأطعمة بتهيج وبتزيد من تهيج المعدة وبتزيد من آلام قرحة المعدة. من أهم التوصيات limit intake of caffeine، تقليل تناول الكافيين، وكذلك المشروبات المحتوى على الكافيين مثل القهوة والشاي والشاي المثلج والشوكولاتة والكولا، هذه كلها تحتوي على الكافيين، والكافيين من المواد اللي بتهيج المعدة. Avoid alcohol،
فتجنب الكحوليات، عدم شرب الكحوليات طبعا لها أضرار كبيرة جدا على الصحة العامة، ومنها تأثيرها الضار لأن الأشخاص المصابين بقرحة المعدة. Avoid eating spicy foods، تجنب تناول الأكل المحتوي على الحراق، الأكل الحراق، هذه المحتوى على التوابل والأطعمة المقلية والفلفل، هذه كلها يجب تجنبها. Don't skip meals، ما تفوتش وجبات الطعام، تناول وجبات الطعام في وقتها. Avoid other food or drink that cause discomfort، تجنب تناول الأطعمة والمشروبات اللي بتعمل عدم راحة في المعدة بتهيج المعدة. الحمضيات، تجنب الحمضيات لأنه هو بتكون حموضة المعدة زايدة، فلما تاكل أنت حمضيات فبتزيد الحموضة في المعدة. فإذا هذه توصيات مهمة جدا للأشخاص المصابين بقرحة small and large bowel disorder، اضطرابات الأمعاء الدقيقة والغليظة. من أكثر اضطرابات الأمعاء الغليظة والدقيقة هو الدياريا والكونستيبيشن، الإسهال والإمساك. تعالوا نشوف الدياريا. الدياريا هي عبارة عن زيادة الستول، بكون الستول عبارة عن لوز ستول، رخو، وهذا بسبب إصابة الإنسان بعدوى فيروسية أو بكتيرية. عادة بتكون العدوى الفيروسية والبكتيرية مرتبطة بالدياريا. بالنسبة للكونستيبيشن اللي هو الإمساك، فهو إنه الإنسان يذهب إلى الخلاء أقل من مرتين إلى 3 مرات في خلال الأسبوع. وفي عندنا برايمري كونستيبيشن اللي هو الإمساك الأولي، واللي بيحدث بسبب اضطراب في حركة الستول في القولون، الستول اللي يعني البراز الفضلات. ف disorder of movement of stool in the colon، بينما secondary constipation اللي هو عبارة عن الإمساك الثانوي واللي بينتج عن اضطرابات في الجهاز الهضمي. systematic disorder or medicines، يكون عندنا اضطرابات في الجهاز الدوري، او في بيكون في عندنا نتيجه تناول بعض الادويه بيعمل برضه بيعمل امساك. يركز العلاج للامساك فوكس انكريزنج فلود انتيك، تناول زياده تناول السوائل، تناول السوائل بشكل كبير جدا. زياده تناول السوائل بيعمل بيعمل ليونه في الاستول، وبذلك بيتم بتم إخراجه بشكل سهل. زيادة تناول الألياف والنشاط البدني برضو برضو بتساعد في العلاج من الانفلاماتوري باول ديزيز. هي عبارة عن مجموعة من الحالات اللي بتسبب التهابات للجهاز الهضمي، اختصارا بيقول عنها IBD. هذه الالتهابات بتسبب بعض الأعراض على الجهاز الهضمي، من إنه red swollen and sometimes painful، إنه ببين في عندنا تقرحات وانتفاخ، وفي بعض الأحيان بتكون هذه مؤلمة. من أكثر الأمراض والأنواع اللي تندرج ضمن inflammatory bowel disease اللي هو Ulcerative Colitis وCrohn's Disease، اللي تقريبا الأعراض لهذه الأمراض أعراض متشابهة بما فيها الإسهال، الدياريا، Abdominal Pain and Fever. بالنسبة للتدخلات الغذائية في هذه الحالة هذه الأمراض، فإحنا بنركز على تناول كميات كافية من الطعام وتجنب الأطعمة الحراقة واللي بتعمل تهيج في الجهاز الهضمي. يعني الأطعمة اللي بتعمل تهيج عندنا في الجهاز الهضمي فإحنا بنبتعد عنها، منها الأطعمة السبايسي، الأطعمة الحراقة. ليفر ديزيز، أمراض الكبد. الكبد
هو عضو مهم جدا في الجهاز الهضمي، ويقوم بوظائف مهمة جدا في عملية الميتابوليزم. الليفر بيستقبل النيوتريال اللي بيتم امتصاصها من السمول انتستين، وبيعيد تصنيع بعض المركبات في داخل الجسم، وبصنع بعض المركبات في داخل الليفر. الليفر بتم من خلالها توزيع النيوتريانت على جميع خلايا الجسم، ولذلك اي خلل بيصيب الليفر بيأثر على عمليه الميتابوليزم بشكل كامل. من الامراض اللي بيصيب الليفر الفاتي ليفر، اللي هي الكبد الدهنيه. الكبد الدهنيه هذا حاله مرضيه تتطور نتيجه اصابه بمجموعه من المسببات، منها الادمان على الكحول بسبب فاتي ليفر، بعض الأدوية برضو بسبب فاتي ليفر، ممكن خلل في بعض الأنزيمات في داخل جسمنا برضو بسبب الفاتي ليفر، في وخصوصا الأنزيمات في عملية الميتابوليزم تبعت الفات الدهون والكربوهيدرات. فبعض الأنزيمات لما يكون فيها خلل بسبب الفاتي ليفر. المرض الثاني اللي بيصيب الليفر هو السيروسيز. السيروزز اللي هو التليف الكبد. تليف الكبد هو مرض منتشر عند مجموعة من المرضى. هذا المرض بيرافقه سوء تغذية ونقص فيتامينات، لأنه الكبد ما بتقوم بدورها كما يجب. مرض السيروزز بتليف الكبد بضعف من أداء الكبد وظيفيا، وبذلك ما بتقومش بدورها كما يجب في عملية الميتابوليزم للكربوهيدرات والليبيد والبروتينز. فهذا بنعكس على شكل على شكل ضعف في أداء الكبد. ومن عوامل الخطر الريسك فاكتورز للإصابة بالسيروسيس بتليف الكبد الكحول ريليتد ليفر ديزيز، اللي هو الأمراض المرتبطة بتناول الكحوليات. الهيباتايتس برضو عامل ريسك فاكتور للسيروسيس، والكوليستاتيك ديزيز اللي هو مرض الركود الصفراوي برضو من الامراض هذه اللي بتؤدي لحدوث تليف الكبد. المرضى المصابين بامراض الكبد بتم تشجيعهم على تناول الحبوب الكامله والالياف والحد من الحلويات. كمان من النصائح الغذائية لهؤلاء المرضى، برضو يجب الانتباه عند تناول الدهون، وخصوصا في مرض الكوليستاتيك ديزيز مرض الركود الصفراوي، لأنه في الحالة هذه الصفراء بتكون في خلل في وظائفها، فما بتأدي دورها. احنا بنعرف أن الصفراء لها وظيفة مهمة جدا في عملية الميتابوليزم للليبيد، الفات والليبيد، لانها بتعمل على عمليه تحويله الى ايمالشن، يسهل عمليه امتصاصه في الجسم، لانه الدهون ما بتذوبش في الميه، فبتمش امتصاصها عن طريق الفيلاي زي ما بتم امتصاص المواد المذائبه في الماء. ولذلك يجب انه عمليه الميتابوليزم للفاتس والليبيدز لازم ضروري جدا فيها البايل اسيدز. فلما بيكون في خلل في الصفراء بيكون في خلل في عمليه الميتابوليزم للفات، ولذلك يجب الانتباه عند تناول الدهون، تقليل من تناول الدهون وتناول النوعيات سهله الامتصاص والغير ضاره بالجسم زي الدهون الزيوت المشبعه. المرض الاخر اللي بيصيب الجهاز الهضمي الجال بلادر ديزيز الكوليثياسيس. الكوليثياسيس هو عملية تكون الحصى في الصفراء في المرارة. هذه تكون الحصى في الصفراء أو عملية الكوليسترول كريستاليزيشن، عملية تبلور الكوليسترول، تحول الكوليسترول إلى بلورات، أو جال بلادر ستاسيس اللي هو ركود المرارة، ركود الأحماض في المرارة. هذه تلعب دور جدا كبير جدا في تكون حصوات في داخل الصفراء في داخل البايل. فالسبب الرئيسي في تكون الحصى
هو تناول أغذية غنية بالطاقة بشكل كبير جدا. من هذه الأغذية الغنية بالطاقة تناول الدهون المشبعة، تناول السكريات المكررة زي سكر المائدة. هذه بتزيد من عوامل الخطر في تكون الجال ستون الموجود في المرارة. في دلائل بتشير انه الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بتقلل من مخاطر من عوامل الخطر بالإصابة بحصى المرارة. كمان تناول الغذاء المحتوي على دهون عديدة عدم التشبع بولي أنساتوريتد فاتس والأنساتوريتد فاتس، هذه بتقلل من عوامل الخطر في تكون الحصى في المرارة. يعني نتناول سكريات، ما نتناولش سكريات بشكل كبير جدا، نعتمد على السكريات اللي بتم تناولها في النشويات والمحتوي على ألياف عالية. تناول الزيوت عديدة عدم التشبع زي زيت الزيتون والأفوكادو، ونبتعد عن الزيوت المشبعة والدهون الحيوانية، هذا بقلل من عوامل الخطر في تكون الحصى في المرارة. من الأمراض الوراثية وبرضو لها تأثيراتها على الجهاز الهضمي وعلى الجهاز العصبي برضو مرض البي كي يو، الفينال كيتون يوريا. الفينال كيتون يوريا هو مرض وراثي. هذا المرض الوراثي بيكون في خلل في الأنزيمات اللي بتعمل على الحمض الأميني الفينال أنيلين. الفينال أنيلين هو حمض أميني أساسي، حمض أميني أساسي يعني بيدخل في بناء البروتينات في الجسم، ولذلك الجسم بيقدرش يتخلى عنه. يعني الإنسان بدون فينال أنيلين بتم تكوين البروتينات في الجسم الإنسان، وذلك الإنسان بتعرض للوفاة، ولذلك الفينال أنيلين مهم جدا في الجسم. لكن الفينال أنيلين بسبب أنه في عندنا قصور في عمل الأنزيم اللي بيحول الفينال أنيلين لصورة أخرى اللي هو التايروسين، فهذا التحويل ضروري جدا في عملية بناء البروتينات. هذا الأنزيم بيكون في خلل، وذلك بيرتفع منسوب الفينال أنيلين في الدم. ارتفاعه في الدم بينتقل للدماغ فبيعمل ضرر في الدماغ بسبب ارتفاعه في الدم، فبيعمل ضرر دائم في الدماغ. لذلك الإنسان المريض بالبي كي يو مش لازم يتناول أغذية تحتوي على على البروتينات، لكن في نفس الوقت بيقدرش يتخلى عن البروتينات، ولذلك بتناول غذاء بسموه غذاء منخفض البروتين. غذاء منخفض البروتين بتكون نسبة البروتين فيه منخفضة بحيث فقط تؤدي الحاجة من الفينال أنيلين في الجسم دون أنه يتراكم في الدم ويتراكم في الدماغ بشكل كبير جدا. الفينال أنيلين مرض قاتل بالنسبة للأطفال، وبسبب عندهم أضرار إذا ما قتلهمش، بسبب عندهم أضرار طويلة الأمد، بيعمل إعاقة عقلية عندهم. في الدول في برنامج منذ الطفولة في الدول متبعيته أمريكا وأوروبا، إنه في من حد مجرد من ولادة الطفل الجنين، مجرد الولادة بيأخذوا عينة من الدم وبيفحصوا إذا كان الطفل مصاب بالبي كي يو ولا لا، نحدده. لأنه في البداية العلاج بيكون متاح، ممكن الطفل ينمو بشكل طبيعي مع حمية قليلة البروتين، بتناولوا حليب خاص فيهم. الحليب هذا الخاص فيهم فيه نسبة قليلة جدا من البروتين اللي بس بتتفي بغرض بحاجة الجسم من بناء البروتينات. طبعا بتناولوش الحليب العادي هم نهائيا، الحليب العادي هم لهم حليب عادي ولهم أغذية خاصة بتناولوها طول فترة حياتهم. هذا الغذاء الخاص الإنسان ممكن يتعايش معه وينمو بشكل طبيعي، لكن إذا ما تمش اكتشاف مرض البي كي يو منذ الطفولة وهذا الأمر استمر معه عدة سنوات، فبيعمل أضرار كبيرة جدا في جسم الإنسان، لأنه الأضرار هذه الأضرار لا يمكن الرجوع عنها. يعني الأضرار بالنسبة للإنسان لا يمكن إصلاحها. by the toxic level of phenyl and in the first few years of life is irreversible. irreversible يعني الأضرار اللي بتحدث للأطفال
نتيجه تناولهم الاغذيه الطبيعيه اللي فيها محتوى عالي من البروتين، الطفل ولما بيتمش اكتشاف المرض عنده خلاص هذا الآن بتكون المرض اثر على جميع جسمه، وخصوصا اثر على الدماغ، فبيصيبوا اضرار لا يمكن اصلاحها في مراحل متقدمه. ولذلك الطبيعي انه يتم فحص الاطفال منذ الطفوله بهذا المرض. اذا كان الطفل مريض بهذا المرض فبتم تغذيته بتغذيه خاصه منخفضه البروتين، حليب خاص فيه وغذاء خاص فيه، وبيبدا يتناول الاغذيه الفري لو بروتين والفري الجلوتين طول فتره حياته. هيك ممكن يتعايش مع المرض وينمو بشكل طبيعي. المرض خطير جدا، بيصيب نسبه كبيره من الاطفال، تقريبا في عندنا في قطاع غزه ما اكثر من 1000 حاله من المصابين بالبي كيو، فهو مرض منتشر في قطاع غزه، ولذلك تستدعي الحاجه انه يتم فحص الاطفال منذ الولاده، في يعني اجراء فحوصات وراثيه للاطفال منذ الولاده للتاكد من خلوهم من مرض البي كيو. بتم فحص الاطفال قلنا على طريق اخذ عينات من الدم، وهذاك هيك بفحصوا قديش نسبة الفينايل ألينين في دمهم، وبرضه بفحصوه بشكل وراثي إذا كان في خلل أو لا، لأنه زي ما حكينا إنه التلف اللي بحدث للدماغ تلف لا يمكن إصلاحه في مراحل بعد المرض ما بيكون تمكن من الإنسان. من المضاعفات الخطيرة لمرض البي كيو فقدان معدل الذكاء، الطفل بفقد معدل الذكاء تبعه، بيصيبه نوبات من الصرع، بيصير عنده صعوبات في التعلم، بالإضافة لعنده مشاكل بكون emotional problem، مشكلة مع الاندماج بالمجتمع، مشاكل عاطفية العلاقة بالاندماج مع المجتمع المحيط فيه. في الولايات المتحدة تم اكتشاف 16500 حالة من الفينايل كيتون يوريا البي كيو في أمريكا. زي ما حكيت احنا عندنا في قطاع غزة تقريبا ما يفوق 1000 حالة، هذا الحالات المكتشفة. من الأغذية الممنوعة عن مرض البي كيو، ممنوع يتناول اللحوم، ممنوع يتناول مشتقات الأجبان نهائيا، البقوليات ممنوع يتناولوها نهائيا، المكسرات ممنوع يتناولوها نهائيا، البيض ممنوع يتناولوه نهائيا، الحبوب والخضروات والفواكه بتناولوها بشكل معتدل. في انواع حساسيه اخرى، في انواع اخرى من الحساسيه، طبعا في الانسان بصيبه 90 نوع من انواع الحساسيه المختلفه، 90 نوع من انواع الحساسيه المختلفه. هناك فحص مخبري بيتم اجراءه في المختبرات لفحص انواع الحساسيه المختلفه الممكن تصيب الانسان، وفي اختبارات خاصه، يعني في اختبارات خاصه بالقمح، في اختبارات خاصه في البيض، لكن هناك اختبار ممكن يفحص اكثر من نوع من انواع الحساسيه عند الانسان. اذا كان الانسان مش محدد شو نوع الحساسيه ففي هناك اختبارات يمكن اجراها في مختبرات التحاليل الطبيه لتحديد نوع الحساسيه اللي بتصيب الانسان. بشكل عام هناك بعض الناس بيصيبوا حساسيه الجلوتين او التحسس من القمح او مشتقات القمح، بعض الناس بصير عندهم تحسس من الحليب، بعض بصير عندهم تحسس من البيض او من المكسرات او من منتجات الصويا، تحسس من الصويا او تحسس من المكسرات، تحسس من الاكل البحار، وتحسس من المحار. في بعض الناس بصير تحسس من المحار، وتحسس برضه من الفول السوداني، هذه الفستق يعني. ففي هذه بعض انواع الحساسيه، في بعض حساسيات كثيره بتصيب الانسان، لكن هذه الحساسيات اكثر حساسيات الغذاء شيوعا عند الناس.
فود اليرجي. فود اليرجي يعني حساسيه الغذاء، حساسيه الغذاء او حساسيه الطعام. فود اليرجي ار كومن بروبلم سبيشالي ان تشيلدرن، اكثر الناس تعرضا، اكثر الفئات العمريه تعرضا لحساسيه الطعام هم هم الاطفال. كومن فود ذات كان تريجر اليرجي انكلود ناتس ميلك ايجز اند شيل فيش، زي ما حكينا عنها، تشمل الحليب والبيض والمحار والمكسرات. بعض الحساسيات بتكون اكثر تاثيرا على الاطفال مثل حساسيه الحليب وحساسيه البيض. هذه ممكن يتعافى منها الانسان مع التقدم في العمر، لانه الانسان بعد التقدم في العمر ممكن يستغنى عن الحليب وعن البيض، لكن في الاطفال الحليب مهم جدا في غذائهم، فما بيقدروش يتخلوا الاطفال عن الحليب، لذلك بيوجدوا لهم ايش؟ بدائل عن الحليب. السبب التحسس من الحليب هو التحسس من اللاكتوز، بكون الانزيم اللي بهضم اللاكتوز بكون في ديفيشنسي، يعني قله في الافراز، فبكون بيأثر على عمليه الميتابوليزم لللاكتوز، فبتراكم اللاكتوز في الجسم، وهذا بيسبب له المشاكل. بعض انواع الحساسيه مثل التحسس من الاكلات البحريه والتحسس من المكسرات، هذه ممكن يستمر مع الاطفال لحتى مراحل البلوغ، وفي منها بيستمر مدى الحياه، في بعض انواع حساسيه بيستمر مدى الحياه. العلاج الوحيد ده انواع الحساسيه هي الحميه، هو الحميه، الابتعاد عن مسبب الحساسيه. يعني انا بتحسس من القمح ما تناولش قمح، بتحسس من الحليب ما تناولش حليب، بتحسس من البروتين ما تناولش بروتين اللي بسبب لي التحسس. فالحميه او تناول غذاء منخفض من هذه المواد، اذا كان المواد ضروريه زي البروتينات احنا بناكل غذاء منخفض منها، لكن بعض المواد يمنع نهائيا. يعني في الناس اللي معهم حساسيه من الحليب خلاص ما يتناولش حليب نهائيا، هناك في بدائل عن الحليب ممكن هو يتناولها. ممكن الميديسيشنز كان بي يوزد تو تريت اليرجي سيمبتس، يعني ممكن علاج الحساسيه باستخدام الادويه، بعض الانواع الحساسيه تستجيب للعلاج بالادويه. Which can range from mild to severe، يعني الأعراض المرافقة للحساسية قد تكون أعراض معتدلة وقد تكون أعراض شديدة. من الأعراض المعتدلة اللي بتصيب المصابين بالحساسية بتشمل الطفح الجلدي راش هبز، بتشمل الحكة تشن، وبتشمل تورم الشفاه واللسان swelling of the lips and tongue. هذه ايش؟ من الاعراض الخفيفه اللي بتصيبهم. More severe symptoms can include trouble breathing، من الاعراض الشديده ممكن تكون في عندك صعوبه في التنفس، wheezing انه يصير عندك التنفس يكون في صفير في التنفس، يعني يكون في الام في الرئتين. throat swelling ممكن يكون تورم في الحلق. نوزا غثيان ممكن يكون فوميتنج اند دياريا، هذه من الاعراض الشديده اللي بتترافق التحسس. في افيري سيفير ارجيك رياكشن ممكن تكون اعراض شديده جدا، بعض الناس اعراض شديده جدا وبتهدد بتهدد الحياه، وهذه بتستدعي ايش؟ عنايه في المستشفيات، يعني يجب اللجوء للعنايه الطبيه في المستشفيات، لانه الادويه العاديه بتكونش ايش قادره على علاجها. لكن هذا الامر بيكون في حالات معينه، لكن معظم حالات تحسس الطعام العلاج لها هي الابتعاد عن مسبب الحساسيه، عدم تناول الغذاء اللي بيسبب الحساسيه، هذا بكون أسلم طريقة للعلاج، وهيك إحنا نتخلص من الآثار. طبعا هذه بعض أنواع الحساسية اللي إحنا ذكرناها وشرحناها. Avoiding food allergy is the only way to prevent allergic reactions، يعني أهم حاجة في العلاج هو الابتعاد عن مسبب الحساسية، الشيء اللي زي ما تقول الباب اللي بيجينا الريح منه الريح نسده ونستريح. عندنا تحسس من البيض ما نتناولش البيض، في بدائل أخرى عن البيض ممكن تسد،
في تحسن من الحليب، بنتناولش الحليب، في بنتناول بدائل عن الحليب، وكذلك احنا نتناول بدائل عن الاغذيه اللي بتسبب لنا الحسي والابتعاد عنها. السيلياك ديزيز من الامراض اللي بتاثر في الجهاز الهضمي هو السيلياك ديزيز. السيلياك ديزيز از ان اميون ديزيز، هو مرض مناعي بسببه خلل جيني. بتحسس الانسان المريض بمرض السيلياك من الجلوتين. الجلوتين هي عباره عن بروتين موجود في القمح، موجود في الشعير، موجود في الشوفان. فهذا الجلوتين بسبب تحسس في السمول انتستين، فبيؤدي لمسح الفيلاي، مسح الخملات نهائيا الموجوده في السمول انتستين نتيجه استجابه مناعيه لتناول الجلوتين. فبتعمل عمليه مسح للفيلاي زي ما انتم شايفين، وبذلك بتتاثر عمليه الامتصاص الغذاء من في السمول انتستين، بيصير عندنا سوء امتصاص. مال ابزوربشن سيلياك ديزيز سيمتس اللي هي الاعراض. السيلياك ديزيز بصير في عندنا بلوتينج اللي هي نفخه في المعده، بصير معنا غثيان، بصير معنا ارهاق، بصير معنا دياريا، بصير عندنا فقدان للوزن، بصير عندنا فقر دم، مرتبط برضه بهشاشه العظام، الام في المعده، الام في صداع في الراس. بشكل عام سوء امتصاص المغذيات بتأثر على جميع جسم الإنسان، ولذلك هذا المرض خطير جدا. العلاج تبعه هو أنه يبتعد عن المواد المحتوية على الجلوتين. يجب عدم تناول الجلوتين، هذا هو الشعار تبع الجلوتين فري. أي مادة بتكون عليها هذا الشعار بتكون هو مادة خالية من الجلوتين. طبعا الجلوتين موجود في كل شيء بيدخل فيه القمح او الشعير او الشوفان، المخبوزات، الكيك، المعجنات، كل مواد تدخل فيها مادة الجلوتين فهي مادة ممنوعة لنا بسبب الحساسية عند المرضى بمرض السيليا. العلاج الوحيد تبعه هو الحمية، عدم تناول اي مادة محتوية على الجلوتين، هذا هو العلاج الوحيد. طبعا هذا الحميه بتمتد مدى الحياه، لان هذا المرض مرض لا علاج، لا يعني ما فيش له علاج دوائي للشفاء منه، هو مرض بيستمر مدى الحياه. فطول ما احنا محافظين على غذاء فري جلوتين واحنا بكون الانسان في صحه جيده. ما دون ذلك الانسان بتناول اي شيء. طبعا في محظورات، بعض المحظورات غير الجلوتين انه الانسان ما يتناولش دهون بكثره، يعني تقليل محتوى الغذاء من الدهون لاقل درجه ممكنه، لانه زياده الدهون خصوصا الدهون المشبعه الساتوريت فات بتعمل برضو ايش تحسس في عند مرضى السيلياك. نكتفي بهذا القدر، اشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. هيك احنا بنكون انتهينا من مساق اساسيات التغذيه. اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه والسلامه.